ولما أشوف شخص ألماني أو عربي من راح تبتسم بوجهه من راح تصير قباله أنت إنسان زين فهو راح يبتسم بوجهك أكيد. أحكم على إنسان حكم سريع بدون تفكير أو أتكلم كلام وبعدني ما أفكر بيه جيد وأحكي وبعدين أتندم عليه، هذا الشيء جدا مزعج وجدا زعجني أنا أساسا. تجعلني حزين لما أخسر صديق كان غالي علي جدا. أفضل أكثر شيء بحياتي صداقة. لا عندي يعني غاية ويا صديق، دائما أنصحه ودائما يكون معي ودائما أساعده إذا أقدر بقدر المستطاع أقدر أساعده. أنا صديق بالعراق خسرته، يعني توفى وأنا كنت في ألمانيا وهو توفى بالعراق هم بسبب الحرب قتل، وهذه اللي أثرت بي بصراحة جدا. أشوف الصور على فيسبوك صورة لا رحمة الله مكتوب هذا انتقل، فأنا ما تأكدت، اتصلت على أصدقائي تأكدت معهم، فوقتها صارت عندي يعني مثل جنون أو هاي الشيء. فيسبوك وما صار بيها حادثة وراها بثاني يوم أنا غيرت كلش ما عندي فيسبوك، لأن الفيسبوك من راح أفتحه صراحة راح أذكرني بيه لأن من تروح صورة وبيه. تركيا سكنت مع شخص كردي وعشت معه تقريبا شهرا، نفس الشقة ونفس الأكل نفس النوم نفس الضحك نفس السالفة، صار صديقنا المقرب. ولما وصلت لألمانيا فإحنا متانينا بيجي هم صار بيه حادث وصار وقت مع هاي السفينة غرقت باليونان وهو جاي ألمانيا. ولحد الآن هسه صورنا صور بالنقال نذكرك ما نذكره نحزن عليه بشكل. أنا ما جيت بحر، أنا جيت غابات كل طريق مشيت من تركيا لبلغاريا، من بلغاريا لصربيا، من صربيا لهنغاريا. أصعب شيء بغابة بلغاريا الساعة 3 بالليل لابدين بنص بركة ماي والبوليس مسافة علينا تقريبا 5 متر وضعون باللات بس ما لقونا، لو شايفينه شارحنا بيها بالماي. وقفنا من الثنتين لستة الصبح، فأنا رجيق ضيت ما حس بيهم جمدا. التحدي كبير، أريد هنا أحقق لي أحقق هدفي بأني أوصل بالفن، وأنا كل همي وكل حياتي هو الفن، أكون أنا مؤلف وكاتب قصة وإن شاء الله أحقق هذا الشيء لأني دي وشفت الموت بعيني الله وصلت هنا. الحرية وهذا اللي أهم شيء اللي هو أنا جيت على موده الحرية